بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. معالي المدير العام دكتور سالم بن محمد المالك، الأخ أحمد بن باز ممثل اللجنة الوطنية السعودية، الزميلات الفضليات والزملاء الأفاضل، السيدات المتدربات والمتدربين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. امتداداً للتعاون المشترك وفي إطار الشراكة المبرمة المتصلة بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو ومؤسسة محمد بن سلمان مسك بالمملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية السعودية، وانسجاماً مع رؤية الإسيسكو في دعم الشباب، استقبلت منظمتنا العتيدة الدفعة الثانية من الشباب المتدرب المفعم بالكثير من الطاقة والحيوية، وعددهم 10 متدربين، وذلك لقضاء فترة تدريبية داخل قطاعات ومراكز وإدارات المنظمة لمدة 10 أسابيع كاملة. فكل واحد منكم بحجم أسبوع كامل لما يحدث فيه من شؤون. تصوروا هذه الموافقة العجيبة. تسعى الإسيسكو من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى مواكبة التطور المعرفي والتقني الذي يشهده العالم من خلال إتاحة فرص أكبر للكفاءات الشابة للإبانة عن قدراتها وإمكاناتها المعرفية والمهنية، وإعداد قيادات مستقبلية وصقل المواهب بالاستفادة من مؤهلات وخبرات المنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، وتأهيل قدراتهم لغد مشرق واعد. ويسرنا في اختتام هذه الدورة التدريبية الثانية أن نؤكد أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة تدعم بقوة الشباب لاكتساب مهارات تخول لهم الاندماج بشكل سلس في سوق العمل، وتمكينهم من تطوير أنفسهم وتعزيز دورهم في التعاون التربوي والثقافي والعلمي العملي، ومساعدتهم على تكوين رؤية حول تنمية قدراتهم من خلال الانخراط الفعلي في العمل الجماعي الذي تؤطره روح الفريق مع فهم المهارات والمهام المطلوبة ونشر ثقافة المبادرة واكتشاف الذات. ختاماً نقول إن هذا البرنامج التدريبي في نسخته الثانية تميز عن نظير سابقه بالجد والمثابرة، وأعطى شحنة لهؤلاء الشباب المتدرب لتمكينهم من إعطاء الأفضل. وسنعمل بإذن الله على مواصلة طلب الأفضل لفائدة شباب العالم الإسلامي وإكسابه الخبرات اللازمة في جو من القيم والتضامن والبذل والعطاء. وإني أعلم أن قضاء 10 أسابيع بين خلان لكم وزملاء لكم في عاصمة المملكة المغربية باطلاعكم وزيارتكم لعدد من المدن الأخرى وربطكم لعلاقات وصداقات مع هؤلاء الزملاء، قد يشعر الإنسان في هذه اللحظة التي هي لحظة التتويج وأيضاً لحظة وداع أن يحس بشعور ممتزج من السعادة والحزن. ولهذا أتمثل في ختام هذه الكلمة أبياتاً لابن زيدون يقول فيها: لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا، أن طالما غير النأي المحبين، والله ما طلبت أهواؤنا بدلاً منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا.
وفقكم الله سبحانه وتعالى ومزيداً من التقدم والعطاء ومسيرة متميزة وناجحة على درب مشاريعكم المستقبلية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.